مشاهدي شبكه ان سي ان وقناه نايل لايف، صباح الخير على حضراتكم. يوم جديد الاربعاء 22 فبراير، وبصبح على عايده وعلى مي. صباح الخير. صباح الخير يا شيف. صباح الخير يا عايده. صباح الخير يا مي. صباح الخير على كل الناس اللي صاحيه بدري وبتتابعنا حلقه جديده من نهارك سعيد. من دلوقتي لغايه الساعه 11 عندنا فقرات كتيره يا رب تعجبكم النهارده، مش كده ولا ايه؟ طبعا اكيد. صباح الخير مره ثانيه على كل اللي بيتابعونا، واكيد كل المصريين في الفتره فاتت بتتابع جلسات البرلمان تقريبا بشكل يومي، سواء بتصيبنا بالاحباط او بالتفاؤل برضو بنتابعها. النهارده هيكون معانا الصحفي استاذ محمد غريب، صحفي بالمصري اليوم ومتخصص في شؤون البرلمان، هيكلمنا على اخر جلسات البرلمان، اهم القرارات اللي صدرت عن البرلمان، وطبعا الخبر الاهم هو الاجراء القانوني المفروض يتخذه البرلمان ضد النائب العليمي. بس لسه مش فاكر دلوقتي. بالظبط. ده غير كمان الاخبار الحقيقه غريبه جدا، والمواضيع تطرح مؤخرا زي اغلاق المواقع الاباحيه، واللي يمكن اثار جدل كبير جدا لتوقيت الموضوع ونوعيه الموضوع، فبرضه هنساله عن هذا، واللي هو فكره التوقيتات اخبارها ايه يعني، والاولويات في مناقشات البرلمان. اعتقد فكره الاولويات دي يمكن الناس كتير عماله بتتكلم، حتى لو كانت القرارات نفسها مهم انها تتناقش، اذا كان ليها علاقه بتصريحات زياد العليمي او النائب يعني زياد العليمي او غلق المواقع الاباحيه او ايا كانت المواضيع، هي مهمه جدا. بس هاكد تاني على الشريف قالوا فكره الاولويات، هل احنا دلوقتي مهم ان احنا نعمل ده ولا مهم ان احنا نعمل حاجات تانية؟ يعني في ترتيب كده، او الناس عندها اولويات، وقد يرى مجلس الشعب ان في اولويات تانية، وخصوصا ان جلسات مجلس الشعب محدوده، يعني هي ما هياش مثلا منعقده بشكل يومي لطبيعه المرحله، عشان في لجان بتتقابل. بالظبط، واللجان بتعمل. ما هو هي دي الفكره بقى، ما احنا بنتكلم قد ايه بياخد من وقت المجلس، وقد ايه المناقشات ديت بتبقى بتؤدي في النهايه الى شيء، او هي بتكون مجرد مناقشات. وده يمكن التعليق العام لرجل الشارع البسيط اللي بيقول ان دي مجرد، احنا دلوقتي دخلنا في تاني في فكره الكلام. وقد ايه اولويات حاجات ليها علاقه زي وزاره الداخليه واعاده هيكلتها او اي تصرف او العشوائيات او الاعلام، يعني في كذا قضيه بتشغل كبرى الناس يعني جدا من اول الثوره، ولسه مش عارفين امتى هتتفتح بشكل حقيقي وشكل موسع يعني في مجلس الشعب. اكيد هنعرف ده من خلال ضيفنا طبعا، وهو الاستاذ محمد غريب، صحفي مصري اليوم ومتخصص في شؤون البرلمان. عموم اكتر المواضيع اللي طرحت في البرلمان هنعيشها كمان في فقره الصحافه النهارده مع الاستاذ محمد طلعت الهواري، صحفي بالمصري اليوم. وختاما زي ما احنا متعودين يوم الاربعاء بيبقى دايما عندنا فقره بنقول فيها اهم الاحداث اللي كانت بتشغل الراي العام على مدار الاسبوع اللي فات. فالنهارده في حديث الاربعاء هيكون معانا الاستاذ محمد السيد صالح مدير تحرير جريده المصري اليوم، والاستاذ سعيد اللوندي نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، علشان نشوف تحليلهم السياسي لاهم الاحداث اللي ناس كثيره كانت بتتكلم عنها على مدار الاسبوع اللي فات. بس اليوم مش كله سياسه، في كمان ثقافه. النهارده هيكون معانا ضيف متميز جدا، وهو الروائي الاستاذ فؤاد انزيل، واللي هيكلمنا عن روايه مهمه جدا جدا جدا، وهي اجمل رجل قبيح في العالم. هذا اسم الروايه، واللي فاز بجائزه او الجائزه الكبرى في الطيب الصالح، هي جائزه اسمها الطيب الصالح بالسودان، وده كان يوم 17 فبراير اللي فات، يعني مفيش اقل من اسبوع. هنعرف اكتر عن هذه الجائزه، وهنعرف اكتر عن اعمال الروائي القدير فؤاد انزيل من خلال فقره خاصه جدا، تغيير شويه عن السياسه يعني، صح؟ خلينا نبتدي بعد الفاصل بفقره الصحافه، الصحفي استاذ محمد طلعت الهواري.